صباح الخير مشاهدينا، هذه روناك عادل تحييكم وترحب بكم إلى هذه الساعة الإخبارية من الحدث، والتي نبدأها من آخر التطورات في غزة. فبعد أسبوعين من الحصار والعمليات المركزة، انسحب الجيش الإسرائيلي من محيط مجمع الشفاء الطبي في مدينة غزة، وهو أكبر مؤسسة صحية فلسطينية، مخلفا دمارا كبيرا ومبان محترقة، إضافة لعشرات الجثث، وفق ما أفادت وزارة الصحة التابعة لحماس في غزة ووكالات أنباء فلسطينية. أكدت أن المجمع الطبي بات خارجا عن الخدمة بالكامل. ووفقا لما نقلت وسائل إعلام فلسطينية عن مصادر أمنية، فإن الآليات العسكرية الإسرائيلية أطلقت النار بكثافة أثناء انسحابها من محيط المجمع، فيما حذرت لجان الطوارئ المواطنين من التعجل في تفقد أوضاع المستشفى خشية وجود كماء وقناصة في محيط المجمع. وكان الجيش الإسرائيلي الذي أطلق عمليته الأخيرة في المستشفى في 18 من مارس ووصفها بالدقيقة، قد أكد أنه قتل نحو 200 عنصر من مقاتلي الفصائل الفلسطينية داخل المجمع، وأنه عثر على الكثير من الأسلحة والذخائر، فيما تؤكد مصادر فلسطينية أن عدد القتلى تخطى 400 خلال هذه الفترة، إضافة لمئات المعتقلين. من رفح جنوب قطاع غزة ينضم إلينا مراسل الحدث أحمد حرب. أحمد، أهلا بك معنا. هل انتشلت جميع الجثث من مجمع الشفاء؟ وإن صدرت أي حصيلة جديدة لعدد القتلى، حصيلة تقريبية على الأقل؟ يعني حتى هذه اللحظة الدفاع المدني يحاول انتشال الضحايا من مجمع الشفاء الطبي، ولكن حسب يعني تصريحات الناطق باسم الدفاع المدني في غزة، هناك المئات من الجثث في داخل المجمع، في يعني ساحات هذا المجمع، المئات حسب ما وصف الناطق باسم الدفاع المدني. ولكن حتى هذه اللحظة تحاول انتشال أيضا الجثامين من أيضا الشوارع والطرقات. حسب أيضا الدفاع المدني يقول بأن هناك 300 ضحية في الشوارع والطرقات خارج مجمع الشفاء الطبي، وبالتالي طواقم الدفاع المدني تبذل مجهود كبير في الساعات الماضية من أمس. هذه الجثث 800 بحسب ما سمعت منك يا أحمد، اكتشفت بعد انسحاب الجيش الإسرائيلي من مجمع الشفاء، أم هي كان هناك متواجد منها أصلا قبل الانسحاب؟ بكل تأكيد هي 300 جثة رونا، 300 كانت متواجدة. 300 نعم 300 جثة كانت متواجدة أثناء العملية العسكرية. الجيش الإسرائيلي أعدم المئات من المواطنين مكبلي الأيدي حسب أيضا الدفاع المدني الفلسطيني،
وهذا ما رصدوه خلال الساعات الأولى من الانسحاب، وبالتالي هناك الكثير من الجثث ملقاة في الشوارع والطرقات نتيجة استهدافهم وقتلهم من قبل القوات الإسرائيلية التي كانت متوغلة ومتمركزة في محيط مجمع الشفاء وداخل المجمع. وشهدنا مدى الحرق والتدمير والقصف من المدفعية الإسرائيلية تجاه كافة مباني مجمع الشفاء الطبي. طيب. عمليا هو خرج عن الخدمة ويحتاج إلى سنوات حتى يتم إعادة العمل من جديد. أحمد، هل فعلا هناك جثث سحقت بشكل كامل نتيجة مرور شاحنات الجيش الإسرائيلي فوقها خلال انسحابها من مجمع الشفاء؟ حتى هذه اللحظة الدفاع المدني أثناء العملية قال بأن هناك الكثير من الجثث تم دهسهم من قبل الدبابات الإسرائيلية التي كانت متوغلة في تلك المناطق. الجيش الإسرائيلي كان يعدم الشخص وبعد ذلك تأتي الدبابة الإسرائيلية وتسير من فوق هذا الشخص المقتول، وبالتالي حسب الدفاع المدني هناك حالة أو ثلاثة حالات تم التنكيل بجثمانها بهذه الطريقة بعملية الدهس من قبل الدبابات الإسرائيلية، وبالتالي الشهادات مروعة وحجم الدمار مروع أكثر. طيب. وبالتالي الأوضاع مأساوية في سواء كان داخل المجمع أو في محيط المجمع. طيب. الذي الجيش الإسرائيلي نسف الكثير من المرفعات. أين أخذ الناجون خاصة وأن أغلب المشافي المجاورة خرجت أيضا عن الخدمة خلال الأسابيع الماضية أحمد؟ يعني حتى هذه اللحظة الذين كانوا متواجدين في المشفى خرجوا باتجاه المناطق التي لا يتواجد بها جيش إسرائيلي، خاصة في المناطق الشرقية والشمالية لقطاع غزة. هناك مستشفى واحد أو مستشفيان الآن يعملان بشكل جزئي في مدينة غزة وشمالها، مستشفى المعمداني وهو في وسط مدينة غزة في منطقة الساحة، والمشفى الآخر هو في شمالية القطاع في بلدة جباليا أو بيت لاهيا في مستشفى كمال عدوان. هذان المستشفيان اللذان يعملان الآن بشكل جزئي على استقبال المرضى والمصابين ويعني الجرحى، وبالتالي الأوضاع مأساوية على المستوى الصحي في مدينة غزة وشمالها، خاصة بعد خروج مجمع الشفاء الطبي وهو أكبر مجمع صحي وطبي في كل مناطق القطاع. طيب. خرج عن الخدمة، ومستشفى القدس الخاص أيضا خرج عن الخدمة، وبالتالي الأوضاع على المستوى الصحي صعبة للغاية. طيب، حتى الآن هل تم الكشف عن كمائن نصبها الجيش الإسرائيلي بعد انسحابه من مجمع الشفاء؟ هو الجيش الإسرائيلي انسحب بشكل كامل من داخل المجمع ومن محيط المجمع، لا يوجد كمائن، لا يوجد قناصة من قبل الجيش الإسرائيلي في المنازل والمحيطة في مجمع الشفاء الطبي، انسحب بشكل كامل من كل المناطق التي كان يتوغل بها، وخاصة المناطق الغربية لمدينة غزة في مخيم الشاطئ وفي هذه المناطق الغربية انسحب أيضا منها بشكل كامل. هو بذلك أنهى العملية العسكرية بعد 14 يوما، هو بانسحابه هذا يعلن إنهاء العملية العسكرية في مجمع الشفاء الطبي وفي محيط المجمع. يبدو حسب تقديرات الجيش الإسرائيلي بأنها حققت أهدافها بعد مقتل 200 مواطن، بعدما تم اعتقال أكثر من 800 شخص، تم قتل قادة من حماس والجهاد الإسلامي، وتم اعتقال أيضا قادة من حماس ومن الجهاد الإسلامي في هذه العملية، وبالتالي هو بهذا الانسحاب يعلن إنهاء العملية العسكرية في هذه المناطق التي توغل بها بشكل مفاجئ منذ 14 يوما. روايات من نجوا من مجمع الشفاء بعد محاصرته لمدة أسبوعين أحمد؟ الكثير من الروايات المروعة، نحن نتحدث عن حصار، عن احتجاز، عن منع إمدادات طبية، منع طعام، غذاء، دواء، نتحدث عن الكثير من خرجوا من المجمع في الأيام الأخيرة رصدوا بأن هناك حالات إعدام كثيرة حصلت أمامهم في الشوارع والطرقات، عمليات نفس لمربعات سكنية، تدمير لبنايات سكنية بشكل كبير في محيط المجمع، وهذا ما شاهدناه بالفيديوهات التي صدرت في الساعة الأخيرة، كم حجم الدمار وحرق المنازل وتدمير
مجمع الشفاء الطبي بهذه الطريقة المروعة. الكثير من المواطنين نعم تم إعدام أسرهم أمامهم، وبالتالي الأوضاع يعني مأساوية على المستوى الصحي والإنساني صراحة في هذه العملية التي جرت منذ 14 يوما. شكرا جزيلا لك على كل هذه التفصيلات من رفح جنوب قطاع غزة، مراسل الحدث أحمد حرب. نعيد التذكير مشاهدينا بهذا الخبر، فبعد أسبوعين من الحصار والعمليات المركزة انسحب الجيش الإسرائيلي من محيط مجمع الشفاء الطبي في مدينة غزة وهو أكبر مؤسسة صحية فلسطينية، مخلفا دمارا كبيرا ومبانا محترقة إضافة لعشرات الجثث وفق ما أفادت وزارة الصحة التابعة لحماس في غزة ووكالات أنباء فلسطينية، حيث أكدت أن المجمع الطبي بات خارجا عن الخدمة بشكل كامل. من غزة ينضم إلينا مراسل الحدث خضر الزعنون. خضر أهلا بك معنا. أيضا تعليقا على مجمع الشفاء الطبي، أين اتجه الذين تم إخراجهم من مجمع الشفاء الطبي، إلى أين كانت وجهتهم وهل تلقوا العناية الصحية؟ نعم، فيما يتعلق بهذه الحادثة التي هي في مجمع الشفاء الطبي العملية العسكرية الإسرائيلية بعد نحو يوم من هذا الاجتياح والتوغل العسكري الكبير والذي يعني أحدث دمار كبيرا في داخل مجمع الشفاء الطبي ودمرت مختلف المباني داخل المجمع وأصبح حاليا خارج الخدمة بشكل كامل، أعداد كبيرة من الجرحى والمصابين بالعشرات تم نقلهم من داخل المجمع ولا زالت عملية نقل هؤلاء الجرحى والمصابين وأيضا أعداد كبيرة من الضحايا هم بالمئات تم حاليا يتم نقلهم إلى مستشفى المعمداني في مدينة غزة بعد الانسحاب والتراجع من قبل الآليات العسكرية الإسرائيلية. هنا أعداد كبيرة من المواطنين جاءوا من مختلف أحياء مدينة غزة وأيضا من المناطق الشمالية من القطاع توافدوا إلى مجمع الشفاء الطبي وإلى حي الرمال إلى الغرب من مدينة غزة والذي كان مصر عمليات الجيش الإسرائيلي على مدار الأسبوعين الماضيين، حيث أن حجم الدمار هنا كبير جدا، بنايات بأكملها تم يعني تدميرها وتحولها إلى كومة من الركام والأنقاض وبعضها مأهول بالسكان، لا زالت أعداد من الضحايا موجودة في داخل هذه المباني. أيضا شاهدنا أعداد كبيرة من الضحايا تحللت جثثهم وتعفنت ويخرج منها الدود في داخل مجمع الشفاء الطبي وأيضا في محيطه من بعض المنازل التي تعرضت من قبل الطائرات الحربية الإسرائيلية وأيضا من قبل المدفعية الإسرائيلية. هنا في هذا المكان أجرينا العديد من المقابلات وأخذنا العديد من مواطنين كانوا نجوا من جراء الحصار العسكري الإسرائيلي داخل مجمع الشفاء الطبي وأيضا في محيطه وبعض أيضا المسعفين الذين أفادونا وأيضا طواقم من الدفاع المدني وبعض الأطباء وبعض الممرضين الذين أفادونا ما شاهدوه من حجم كبير للمآسي وأيضا الدمار
والحجم المهول الذي كانوا تعرضوا له خلال العملية العسكرية سواء داخل المجمع أو في محيطه. هنا المشاهد صعبة وصعبة للغاية، حيث أن المعالم غابت بشكل تام، معالم المباني والطرقات وأيضا الشوارع والتي دمرت يعني عن بكرة أبيها وأصبحت عبارة عن كأنها المنطقة التي نتواجد بها حاليا في حي رمال وتحديدا في مستشفى الشفاء كأنه أصابها زلزال. وهذه الكلمة يعني تم يعني إفادتنا بها بالعديد من الإفادات التي وثقناها من قبل المواطنين وغالبيتهم ممن كانوا محاصرين داخل مجمع الشفاء الطبي وأيضا في المنازل المحيطة به. ماذا عن النازحين الذين كانوا داخل مجمع الشفاء، إلى أين اتجهوا خضر؟ يعني غالبية النازحين والذين هم الآن ينتقلون في هذه اللحظات من داخل مجمع الشفاء الطبي وأيضا من محيطه يتوجهون عادة إلى المناطق الوسطى وأيضا المناطق الشرقية غزة على وجه التحديد، وبعضهم أيضا يعني لديه أعداد من الجرحى والمصابين ومن إخوانهم وأيضا من عوائلهم يقومون بنقلهم أيضا هم عبر شيالات، ولكن السيارات الإسعاف أو الدفاع المدني هي تصطف بمسافة بعيدة جدا بسبب تدمير الطرقات والبنية التحتية في المناطق الغربية وتحديدا في مجمع الشفاء الطبي. الأعداد الكبيرة من النازحين حاليا هم يعني يخرجون باتجاه الأحياء الوسطى من مدينة غزة. ونحن نتحدث معك يا خضر، نتابع على الشاشة هذه المشاهد المباشرة لقطاع غزة وأعمدة الدخان تتصاعد من منطقة داخل القطاع. هل لديك أي معلومات إن كان قصفا إسرائيليا جديدا، وأين هي هذه المنطقة تحديدا خضر؟ نعم، عمليا هذه المشاهد التي تظهر لألسنة الدخان واللهب قبل قليل كان هناك عدة نفذتها الطائرات الحربية الإسرائيلية وهي لا تبعد كثيرا عن مستشفى الشفاء وتحديدا هي في منطقة تل الهوى وأيضا في منطقة الشيخ عجدين وهي في المناطق الجنوبية الغربية على وجه التحديد من مدينة غزة. هذه المشاهد الألسنة الدخان الذي يتصاعد هي لغارات كانت شنتها قبل دقائق الطائرات الحربية الإسرائيلية، وأيضا هناك بعض الشقق التي هي محترقة لا زالت النيران يعني وألسنة الدخان تتصاعد منها ونحن نشاهده، وهي أيضا في محيط مجمع الشفاء الطبي وأيضا ملاصقة لهذا المجمع. شكرا جزيلا لك من غزة مراسل حدث خضر الزعنون على كل هذه التفصيلات. من رام الله ينضم إلينا المحلل السياسي محمد هواش. سيد محمد أهلا بك معنا، أترك لك التعليق على ما تركه الجيش الإسرائيلي وراءه في مجمع الشفاء بعد انسحابه منه. صباح الخير لك روناك وللسادة المشاهدين. أعتقد بأن هذه الصورة لا تليق بجيش وبدولة وبادعاءات من نوع يعني الدفاع عن النفس. لا تمت هذه العملية الهمجية والبربرية
لأي صلة بحقوق الإنسان، بحقوق الدفاع عن النفس، حتى بمواصفات دولة ومواصفات جيش نظامي، والجيش الذي وصف سابقا بأنه الجيش الأكثر أخلاقية بين الجيوش كما يقول وتدعي قيادة الجيش الإسرائيلي. هذه عملية همجية بربرية، هي جزء من عملية أوسع تدمير البنية التحتية الصحية في كل قطاع غزة، حتى لا يتلقى المواطن الفلسطيني في قطاع غزة أي خدمة صحية مستقبلا. أي مريض يمرض يحتاج إلى خدمة صحية لن تتوفر له هذه الخدمة. هكذا يفكر الجيش الإسرائيلي في هذه العملية. الجوانب العسكرية لا علاقة لها على الإطلاق بما يجري. خلال أسبوعين يقوم الجيش الإسرائيلي بعملية واسعة داخل مجمع ومباني المستشفى، يقوم بتدمير كل المباني، يقوم بحرق المباني التي تركها. ماذا يعني حرق المباني بعد تركها؟ لماذا لم يعني يقوم باعتقال من يدعي أنهم يعني منتمون لحركة حماس أو مقاتلون داخل المجمع، ويعني يترك يعني المباني ويترك البنية التحتية، الأجهزة الطبية ويعني المستلزمات الطبية، ويخرج؟ لماذا يقوم بعملية من هذا النوع؟ هو يريد تصفية كل ما له علاقة بالحياة في قطاع غزة. وللأسف الشديد أنه تلقى يعني مفهوما وتلقى دعما حول فكرة أن إسرائيل تدافع عن نفسها في هذه العمليات، وأن الجيش الإسرائيلي يقوم يعني بعمليات لا علاقة لها على الإطلاق حتى بالعمل العسكري الصرف. هناك ادعاءات. ولهذا كان يركز على استهداف المستشفيات والبنى التحتية سيد محمد منذ بدء حربه على قطاع غزة وحتى الآن. نعم، هو يستهدف كل ما له علاقة بالبنية المدنية في القطاع، ومنها أيضا المؤسسة والمؤسسة الصحية ويعني المستشفيات والمراكز الصحية الأخرى، ويعني كل ما يتعلق بالحياة. هذه يعني المنظومة وعقلية الجيش الإسرائيلي الذي يفكر بتصفية كل المستشفيات. كل المستشفيات تعرضت لنفس يعني ما يتعرض له مجمع الشفاء، على الرغم أن مجمع الشفاء هو الأكبر في قطاع غزة، وهو الذي يقدم أكبر خدمات للمواطن الفلسطيني في القطاع تحت إشراف وزارة الصحة الفلسطينية، التي مسؤولة عن كل ما يتعلق بالخدمة الصحية في القطاع وفي غير القطاع. وهذا جزء من يعني محاولة عملية الإبادة الجماعية والتطهير العرقي التي يمارسها الجيش الإسرائيلي وتمارسها إسرائيل. طيب، وتبدأ بالتدريج بتصفية كل الخدمات التي تقدم للمواطن، ومن ثم بعد ذلك يترك للمواطن يعني حق أن يموت يعني في مكانه أو أن يهاجر. هذا هو منطق التهجير القسري الذي يرفضه العالم وترفضه حتى حلفاء إسرائيل، يعني يفسرون حق الدفاع عن النفس الذي منحوه لإسرائيل في بداية هذه العملية على غير ما تفسره هم يرفضوه سيد محمد. لكن من جهة أخرى، كيف نفهم هذا الصمت الدولي تجاه استهداف هذا الكم الهائل من المستشفيات في قطاع غزة والمدنيين، وهو ما تحميه القوانين الدولية من المفترض؟ للأسف يعني هذا يجب ألا يكون مفهوما، غير مفهوم على الإطلاق الصمت الدولي حيال تدمير المستشفيات وتدمير الخدمات الصحية وخدمات الإغاثة الأخرى. إسرائيل اليوم تقول وتبتز العالم بأنها لن تسمح للمساعدات بدخول قطاع غزة إلا بعد تصفية الأونروا، وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين التي تقدم هذه الخدمات منذ عام 1950، وأنشئت بقرار من الأمم المتحدة، وهي التي تقدم الخدمات لملايين اللاجئين في الدول المجاورة، ليس في فلسطين في قطاع غزة والضفة الغربية، بل في كل الدول المحيطة، دول في الأردن وسوريا ولبنان. هناك مؤسسات واسعة لهذه المؤسسة الدولية تقدم الخدمات الأساسية، الصحة والتعليم وشؤون اجتماعية أيضا لملايين الفلسطينيين. طيب، وتريد إسرائيل تصفية هذه المؤسسة
بسبب أنها تريد يعني تصفية الحقوق التي تكمن خلف طيب. هذه المؤسسة، تصفية المؤسسات الصحية. سيد محمد، هل يمكن أن يغير من المواقف الدولية، خاصة الموقف الأمريكي تجاه إسرائيل والضغط أكثر عليها لإبرام صفقة؟ وهل يمكن أن تنساق وراء الرواية التي تتحدث عنها إسرائيل بوجود مسلحين داخل المستشفى؟ أيضا يعني من شديد يعني الأسف أن الولايات المتحدة الأمريكية على سبيل المثال، والدول الغربية أيضا إلى جانب الولايات المتحدة، لا تنظر في هذه المعركة وفي هذه الحرب الهمجية والدموية على الشعب الفلسطيني في القطاع إلا من خلال يعني ما تحتاجه إسرائيل فقط، وليس ما يحتاجه الشعب الفلسطيني. وبالتالي لا معنى من وجهة نظر الولايات المتحدة، لا معنى يعني مقتل المدنيين الفلسطينيين وعمليات التطهير العرقي وأي عمليات تمس يعني الحقوق الأساسية للمواطن، حقوق المواطن الفلسطيني وحقوق المواطن وحقوق الإنسان في كل العالم. نعم. للأسف الشديد أن يعني الاحتجاجات المتعلقة التي نعم. قدمتها الولايات المتحدة طيب. مرتبطة فقط باحتياجات داخلية في الولايات المتحدة، مرتبطة باحتياجات انتخابية وليست باحتياجات مبدئية تتعلق بحقوق الإنسان نعم. في العالم ككل. وبالتالي هناك صمت معيب جدا وعار على الأمم المتحدة وعار على طيب. حتى الآن الصمت مستمر بحسب ما تشير حضرتك، لكن هل يمكن أن يغير ما جرى في مستشفى الشفاء من المواقف الدولية أم سيمر مرور الكرام؟ بالتأكيد ربما تصدر بيانات من هنا وهناك تدين هذا العمل الإجرامي وغير الأخلاقي. البيانات لا تقدم ولا تؤخر سيد محمد. نعم لا تقدم ولا تؤخر، وحتى الآن هناك دعم مطلق لإسرائيل في كل ما تحتاجه إسرائيل، وهناك فقط يعني الحكومات تستجيب للانتقادات الرأي العام في هذه الدول وفي العواصم. بعض الدول الأوروبية ابتعدت عن الموقف الأمريكي الذي يدعم هذه العملية الحربية ويشارك في إدارتها أيضا ويشارك في يعني هندستها بكل ما تعني الكلمة، وللأسف أن بعض الدول الأوروبية ما تزال تعتقد بأن إسرائيل لها الحق في الدفاع عن نفسها بالطريقة التي نراها على شاشتكم والشاشات الأخرى. وللأسف أيضا أن هناك يعني ما تزال يعني حكومات غربية بالرغم من الانتقادات الواسعة والتظاهرات المنددة بالعمليات التي تستهدف المدنيين، شكرا. لا تستجيب وتقوم بعمليات انتقاد أو مساءلة إسرائيل وتوجيه يعني عقوبات، على الأقل عقوبات اقتصادية، لا يتحدث يعني المرء عن عقوبات عسكرية ويعني فرض يعني عقوبات نعم وفق البند السابع في الأمم المتحدة وفي مجلس الأمن، بل في قضايا تتعلق بمقاطعة إسرائيلية كما حدث في جنوب أفريقيا. انهارت العنصرية في جنوب أفريقيا ونظام الأبارتهايد من خلال مقاطعة اقتصادية نعم. فقط، وبالتالي يعني الوسائل نعم. معروفة. أنا أشكرك. نعم أعذرني لكن وقت المقابلة انتهى تماما، شكرا جزيلا لك من رام الله المحلل السياسي محمد هواش. نقلت مصادر إسرائيلية عن رئيس الموساد أنه أبلغ نتنياهو في جلسة مغلقة باستحالة إبرام صفقة تبادل المحتجزين مع حماس دون تقديم تنازلات بشأن عودة المدنيين الفلسطينيين لشمال غزة، إلا أن نتنياهو ما يزال رافضا لذلك وفق المصادر الإسرائيلية.
يأتي هذا فيما نقل موقع إكسيوس الإخباري عن 3 مسؤولين إسرائيليين وأمريكيين قولهم إن الولايات المتحدة وإسرائيل ستعقدان اليوم اجتماعا افتراضيا لمناقشة مقترحات إدارة بايدن البديلة للغزو العسكري الإسرائيلي لرفح. في الوقت ذاته ما يزال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو متمسكا بدخول رفح رغم معارضة الرئيس الأمريكي جو بايدن، مشيرا إلى أنه أقر الخطط العسكرية ويجري الاستعداد لإجلاء السكان. سنتغلب على جميع الضغوط وسندخل رفح رغم معارضة بايدن. جرى إقرار الخطط العسكرية الخاصة في رفح ونستعد لإجلاء السكان. أكرر مرة أخرى، سندخل رفح ولا يوجد انتصار دون أن ندخل إلى هناك. أكد زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد أنه بالإمكان تشكيل حكومة جديدة خلال أسابيع قليلة تكون أولوياتها إعادة الأسرى من قطاع غزة، مجدداً دعوته لإجراء انتخابات مبكرة. وتواصلت المظاهرات في الداخل الإسرائيلي واندلعت مناوشات في القدس بين مؤيدي تجنيد اليهود المتدينين في الجيش والمعارضين لذلك، حيث تشهد إسرائيل منذ مساء السبت احتجاجات حاشدة للضغط على رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لإبرام صفقة لتبادل الأسرى مع حماس وإجراء انتخابات مبكرة، وهو ما رفضه نتنياهو واعتبر أن ذلك يعني إصابة الدولة بالشلل وتأجيل فرصة إبرام صفقة التبادل ل6 أشهر على حد قوله. إن الدعوات لإجراء انتخابات الآن في منتصف الحرب قبل النصر مباشرة ستشل إسرائيل لمدة 6 أشهر على الأقل. سوف يشلون المفاوضات لإطلاق سراح رهائننا، وسوف ينهون الحرب قبل الانتهاء من أهدافها، وحماس ستكون أول المستفيدين. من القدس ينضم إلينا مدير مكتب الحدث في فلسطين زياد حلبي. زياد، أهلا بك معنا. أبدأ من الخبر العاجل الذي وردنا قبل قليل، بحسب مصادر إسرائيلية فأنه تم اعتقال أخت إسماعيل هنية للاشتباه في التحريض ودعم أنشطة مسلحة، هل لديك أي تفاصيل؟ هذا صحيح. فجر اليوم قامت قوات خاصة من الشرطة الإسرائيلية والشباك الإسرائيلي باعتقال شقيقة رئيس حماس إسماعيل هنية من بلدة تل السبع وهي في النقب. هي متزوجة منذ سنوات طويلة في تلك المنطقة، تعيش هناك مع زوجها وعائلتها. الحجة الإسرائيلية التي سيقت هي أنها تسعى إلى التحريض وتقيم اتصالات مع جهات من حماس وفق الرواية الإسرائيلية. سيتم تمديد اعتقالها اليوم في محكمة بئر السبع قيد التحقيق وفق ما تقول المصادر في إسرائيل. طيب، أين تم الاعتقال وهل كانت معروفة يعني أن سابقا أنها أخت إسماعيل هنية ومتواجدة في هذا المكان تحديدا؟ بدون شك، هي منذ أكثر من 15 عاما متزوجة وتعيش في تلك المنطقة مع زوجها وعائلتها، وبالتالي هذا الأمر كان معروفا. الواضح بأنها أيضا في إطار محاولات الضغط على حماس في هذا الاتجاه، ربما بعد 6 أشهر تقريبا على بدء هذه الحرب على قطاع غزة. طيب، أعود لأسألك زياد إن كانت لديك أي معلومات جديدة بخصوص المفاوضات، هل لديك أي جديد؟ بالنسبة للمفاوضات حاليا لن يلتحق الرئيساء الموساد والشباك بالوفد الإسرائيلي الذي يفاوض مع الوسطاء، ريثما يكون هناك تقدم ملموس وعندها ينضمان، بمعنى عندما نسمع عن انضمامهما هذا يعني بأن هناك تقدما ما في هذه المفاوضات.
بدون أدنى شك بأن جزءا من التعثر الحالي، وهذا كان واضحا في اجتماع مجلس الحرب الإسرائيلي الليلة الماضية، هي قضية عودة النازحين إلى شمال قطاع غزة. بالنسبة لنتنياهو على الأقل، هو يقول وقال في الجلسة للوزراء بأنه يعتقد بأن التنازل عن محور السيطرة كما تسميه إسرائيل، الذي يقسم قطاع غزة بين شمال وجنوب والسماح لعشرات الألاف ومئات الألاف بالعودة إلى الشمال، سيشكل تحديا كبيرا بالنسبة لإسرائيل، وهو يرفض ذلك حاليا. هناك الكثير من الأفكار الوسطية حول عدد معين كتجربة أولى للعودة من النازحين للمنطقة الشمالية. جنبا إلى جنب مع ذلك، بالفعل إسرائيل تلوح بعملية رفح في إسرائيل طبعا. لم يفوتهم بأن نتنياهو للمرة الرابعة يدعي بأنه أقرت خطط رفح العسكرية، لا يبدو بأنه سيقوم باجتياح رفح قريبا. طيب، بخصوص ذلك نعلم أنه سيعقد اليوم اجتماع افتراضي بين تل أبيب وواشنطن. متى سيعقد الاجتماع؟ وهل بالعادة زياد هناك اجتماعات افتراضية بين الجانبين؟ هل هو أمر معتاد؟ هذا الأمر حدث في السابق، خاصة في زمن كورونا. الحوار الاستراتيجي بين الولايات المتحدة وإسرائيل كان يدور عبر التقنيات عن بعد. على ما يبدو بأنها الآن هذه الطريقة التي وجدت مناسبة للتوفيق ما بين رفض نتنياهو الأول لإرسال الوفد ومن ثم العودة عن ذلك. هذا سيجري في الساعات القادمة. رئيس وزير الشؤون الاستخباراتية ديرمر ومستشار الأمن القومي الإسرائيلي هانيجبي سيحاوران مستشار الأمن القومي الأمريكي ومسؤولين أمنيين أمريكيين للبحث في ما تقول الولايات المتحدة إنها بدائل عن اجتياح كبير لرفح قد يؤدي إلى قتل عشرات الآلاف من قبل إسرائيل. وهذا سيتم بالفعل في الساعات ربما المساء الأولى. طيب، بشكل سريع زياد، ماذا عن مواقف المعارضة الأخيرة؟ هل من جديد؟ هي متشجعة تماما، لأن الواضح بأن هناك حالة شعبية كبيرة جدا في إسرائيل تريد أن ترى رحيل نتنياهو. الاتهام لنتنياهو بأنه يماطل في صفقة التبادل وفي أمور أخرى، والأمور تراوح مكانها، وبالتالي الآن هناك تأثر، هناك نقطة تحول في الأيام الماضية، وهي انضمام عائلات الأسرى إلى الاحتجاجات لإسقاط الحكومة. هذا لم يكن في السابق، كان الهدف واضحا هو استعادة الأسرى. الآن الهدف بات مشتركا ما بين استعادة الأسرى وربما التسبب بالإطاحة بحكومة نتنياهو الحالية. شكرا جزيلا لك من القدس، مدير مكتب الحدث في فلسطين زياد حلبي على كل هذه التفصيلات. ومن عمان ينضم إلينا الباحث في الشأن الإسرائيلي أيمن الحنيطي. سيد أيمن، أهلا بك معنا. ما فرص تشكيل حكومة إسرائيلية جديدة وإجراء انتخابات مبكرة مع تزايد الضغط الشعبي الإسرائيلي ضد حكومة نتنياهو وأيضا كما يسعى لبيد؟ بداية صباح الخير لك ولجميع مشاهديكم الكرام. يعني التطورات الأخيرة التي تحدث على الساحة الإسرائيلية يعني تدفع باتجاه حدوث تغير كبير على الساحة السياسية الإسرائيلية. الاحتجاجات التي أخذت تزداد شراسة خلال الأيام الماضية، ومثلما تحدث مراسلكم لأول مرة تتحد القوى الاحتجاجية المطالبة بإسقاط نتنياهو والمطالبة بانتخابات مبكرة مع عائلات الأسرى، لأنهم أصبحوا على قناعة تامة أن نتنياهو هو العائق الرئيسي في عدم التوصل إلى صفقة تبادل أسرى، وبالتالي أصبح يشكل خطرا على أمن إسرائيل، ولا بد أن يتم التخلص من نتنياهو. لا، نتنياهو لن يستطيع أن يقدم استقالته، من سابع المستحيلات أن يقدم استقالته بسبب هذه الضغوط. من 2012 الإسرائيليون يتظاهرون ضد نتنياهو وما زال يتظاهرون، لكن نتنياهو يعول على
الجسم الائتلاف القوي الذي يستند إليه. ومن هنا أصبح لزاما على المعارضة الإسرائيلية وعلى الشارع الإسرائيلي أن يقود باتجاه انتخابات مبكرة. طيب ماذا يمكن أن تقدم المعارضة فيما يخص إعادة المحتجزين الإسرائيليين وهو المطلب الرئيسي الآن في الشارع الإسرائيلي؟ بالفعل يعني المعارضة الآن أصبحت ليس المعارضة فقط، الآن هناك أعضاء داخل كابينة الحرب آيزيكوت وغانس يركزون على موضوع عودة المختطفين، لأنهم يرون أن الشارع الإسرائيلي الآن والشغل الشاغل له هو عودة الأسرى من قطاع غزة، وهذا ما يفسر التركيز خلال الاحتجاجات الماضية على موضوع إعادة الأسرى وإسقاط حكومة نتنياهو. تطورات دراماتيكية حدثت على الساحة الإسرائيلية خلال الفترة الماضية. أنا منذ 30 عاما وأنا أتابع الشأن الإسرائيلي لم أشهد ما يدور في الشارع الإسرائيلي الآن من احتجاجات قوية وعنيفة، حتى أن فترة السبعينات والثمانينات التي كان فيها الاحتجاجات ما يسمى بال النمور السود لم تمر إسرائيل بهذه الحالة الغير مسبوقة أبدا في التاريخ منذ نشأتها. الآن احتمالات كبيرة أن يستغل الإسرائيليون موضوع الملف الطبي لنتنياهو. بالأمس خضع نتنياهو لعملية طبية وهي العملية الجراحية الثانية التي يخضع لها نتنياهو في خلال عام. طيب هذه نقطة مهمة سيد أيمن، كيف يمكن أن يستغل الشارع الغاضب ملف نتنياهو الصحي بأي شكل بأي طريقة؟ سيدتي خلال الفترة الماضية قبل 7 أكتوبر كان من ضمن التعديلات القضائية موضوع ما يسمى قانون عدم الآهلية، وأصبح هذا القانون فيه بند أساسي هو عدم أهلية رئيس الوزراء إذا كان غير مناسب صحياً. ومن هنا أعتقد أنه خلال المقبلة سيتم التركيز على ملف نتنياهو الطبي. في العملية الأولى التي خضع لها في حزيران الماضي خضع لعملية وضع منظم دقات قلب، وعملية الأمس كانت لإزالة فتق طبي. هنا سيد أيمن، هل يمكن أن تفاديا وتحاشيا لاستغلال الشارع الإسرائيلي الغاضب من نتنياهو لهذه النقطة تحديدا ملفه الصحي وتزايد الضغط الشعبي عليه، هل يمكن أن يلجأ نتنياهو لإبرام صفقة لتبادل الأسرى بالتنازل نوعا ما عن الشروط التي يفرضها الآن لإبرام الصفقة لتحاشي وتفادي كل هذه الضغوط عليه؟ نتنياهو يعني هو أصبح الحجر الحثر الأساسي في عقد الصفقة تبادل الأسرى، لأنه يعرف تماما أنه بمجرد ما تعقد هذه الصفقة سيقترب من انتهاء مستقبله السياسي، وهذه أصبحت قناعة عند الجميع، عند الأمريكيين وعند الإسرائيليين على حد سواء. وبالتالي موضوع الصفقة، حتى أن رؤساء الوفود المفاوضة رئيس الموساد ورئيس الشباب يعودون من عواصم التفاوض، لأنه بصريح العبارة لا يمتلكون التفويض الذي يؤهلهم لتقديم تنازلات أو الحالية التي من شأنها أن تحرك موضوع الصفقة. يعني هناك حديث في المجتمعات المغلقة أن ما بين السطور تجري أنهم لا يستطيعون تقديم أي تنازلات بسبب التفويض المحدد التي يقيدهم نتنياهو، والذي أصبح يمتلك واحتكر هذا الملف لنفسه فقط لا غير. شكرا جزيلا من عمان الباحث في الشأن الإسرائيلي أيمن الحنيطي.